مشاهدين المحترمين، سلام الله عليكم. في 16 من شباط فبراير عام 92 اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله السيد عباس الموسوي، كان قتلا دمويا بشعا. عنه يتحدث السيد حسن نصر الله: لقد كانت من اللحظات الفارقة في مسيرة حزب الله تم انتخاب السيد حسن نصر الله. نتحدث عن بعض كواليسها. في الواقع عرف حزب الله نقلة نوعية في المقاومة وإنجازات نوعية كبيرة، لكنه عانى في الوقت ذاته من تواطؤ خارجي دموي وغدر داخلي قاس. لكن في البداية نسأل السيد نصر الله: كيف كان وقع فقدان صديقه ورفيقه الأعز إلى قلبه أمينه العام السيد عباس الموسوي، وكيف تم انتخاب السيد حسن نفسه، ويكشف ماذا كان قراره الأول كأمين عام لحزب الله؟ سمحت السيد، أنا سمعت قصة في طهران، أرجو من فضلك أن تؤكدها وتنفيها لي، والتي تؤكد الحظوة الشخصية التي تتمتع بها لدى القيادة الإيرانية وبالتحديد لدى شخص السيد علي خامنئي. قيل لي أنه في وقت من الأوقات عندما كانت تذهب قيادة حزب الله إلى طهران، تفضلت بذكر أنكم في بعض المفاصل الأساسية كنتم تذهبون إلى الإمام الخميني، ولكن في بعض الآخر كنتم تذهبون إلى السيد علي خامنئي، ويبدو كان هناك موضوع مهم مفصلي تحدثتم فيه إلى السيد علي خامنئي، وقال أمهلوني فترة، ثم عادت إلي هذه المجموعة وقال لهم: ما يقوله وما يراه السيد حسن نصر الله اعتبروه رأيي. وكانت مفاجأة مذهلة لهذا الوفد الذي ذهب من قيادة حزب الله. هل هذه القصة صحيحة أم لا؟ من أي لك يا هذا الموضوع؟ هو موضوع محدد. يعني في هذا الموضوع المحدد، أنا بتذكر ب سنة 1990-91 أثناء حرب الخليج الثانية، أثناء حرب الخليج الثانية قبيل بدأ الحرب، كان في نقاش يعني بقيادة الحزب أنه من المحتمل جدا أن يتزامن، مثل نفس النقاش الموجود هاي الأيام، أنه الحرب الخليج الثانية أو لما بتبلش معركة الكويت قد تتطور الأمور، ممكن العدو الإسرائيلي يغتنمها فرصة يعمل عدوان على لبنان ويجتاح لبنان من جديد، خصوصا أنه بهداك الوقت كانت المقاومة يعني فعالة جدا، فيجتاح لبنان للقضاء على المقاومة. إذا بده يصير في اجتياح إسرائيلي، شو هو الخط العام اللي بنعتمده في القتال؟ كان في وجهتي نظر، فيش داعي نفصل فيهم لأنه هول يعني لهم علاقة كمان بهالمرحلة. كان في وجهتي نظر حول الخط العام للقتال. طبعا لو كنا مجمعين أو متفقين ما كان في حاجة لمراجعة، لأنه في تفويض، يعني أنه هاي الأمور قيادة الحزب هي بتبت فيها. لكن صار شوية نقاش، ولأن الأمر يعني طبعا وجهتين نظر اتنيناتهم عم بيقولوا بدنا نقاتل، بدنا ندافع، ومش وارد عند حزب الله ولا بيوم من الأيام أنه في مواجهة أي عدوان إسرائيلي أنه يرمي سلاحه ويخرج من المعركة، هذا مش وارد. إذا المبدأ محسوم، لكن الخط العام شو لطريقة القتال؟ فكان في وجهتين نظر حول هالموضوع، وكل وجهة نظر إلى استدلالاتها ومقدماتها ونتائجها، باعتبار أنه الموضوع موضوع شرعي، وصار النقاش في أدنى النقاش شرعي. يعني الطريقة الأولى عن الطريقة الثانية بتفرق بعدد الشهداء، بتفرق بحجم التضحيات اللي بدها تقدم بالمواجهة. فالإخوان قالوا يعني طالما النقاش وصل لهذا المستوى، هذا الموضوع نحن ما فينا نتحمل مسؤوليته لوحد، هذا لازم يعني بتعبيرنا نحن الولي الفقيه، يعني المرجعية الدينية اللي هي متصدية للقيادة هي تقول تتحمل مسؤولية هذا الأمر. فنقل النقاش لسماحة السيد القائد السيد خامنئي حفظه الله، وأنه كيف نتعاطى مع هذا الموضوع. يومتها سماحة السيد قال أنه هذا الموضوع طبعا بده تشخيص ميداني، و
الأخوان الحمد لله كلهم جيدين، يعني مدح الأخوة جميعا يعني. بس بالنهاية أنا بدي نقي واحد وأقول إذا بيسوي شيء من هذا النوع تشخيصه هو بيكون الحجة يعني، ويعمل بحسب تشخيصه. وأنا نقيت فلان، فإذا صار مواجهة من هذا النوع هو شو بش هو بيستشيركم وبتقعدوا وبتتناقشوا، بس بالنهاية على الأرض هو شو بشخص يكون هذا إن شاء الله المبرئ لذمتكم. لكن الحمد لله رب العالمين، يعني لا الإسرائيليين هجموا ولا احتجنا نتحمل هاي المسؤولية يومها. واضح سمحت السيد من خلال هذا السرد من دوركم الأساسي حتى وإن لم يكن معلنا، ولكن كان واضحا داخل قيادة الحزب وقت ذلك. ولكن العلن حتى لغير اللبنانيين برز اسمكم بشكل كبير على الأقل بالنسبة للمهتمين بحزب الله من أمثالي في معركة أقليم التفاح. يبدو سمحت السيد أن شخصكم كان وقت ذاك هو المسؤول في أقليم التفاح وقت ذاك مع المحاصرين، وتلك المحطة ينظر إليها كمحطة مفصلية في تاريخ السيد حسن نصر الله في قيادة حزب الله لسببين على الأقل. السبب الأول أنها أرثت لالتصاق السيد حسن نصر الله بشكل مباشر بالمقاومة وبالقيادات الميدانية، والمسألة الثانية أرثت أيضا إلى أن السيد حسن نصر الله يتمتع ليس فقط بقدرة ميدانية ولكن أيضا بتشخيص سياسي. وقيل لنا وقت ذاك بأنك لم تكن راضيا عن ما آلت إليه مفاوضات إقليم التفاح وقت ذاك، هل تحدثنا بالتحديد عن تلك المرحلة؟ هو هذا الملف بشكل عام يعني في تباني نحن وإخواننا بقيادة أمل أن لا نتطرق إليه، يعني مرحلة مظلمة وقاسية. بالتأكيد كل واحد له قراءته يعني لما حدث بين أمل وحزب الله، لكن بما لا يخل بهذا التباني بين الطرفين. يعني بالنسبة لحزب الله كانت رؤية عند قيادة حزب الله أنه في مواجهة هذه المحنة نحن ندافع عن أماكن تواجدنا، ويقتصر قتالنا على الدفاع فقط، ونبذل كل جهد ممكن من أجل الوصول إلى مصالحة سياسية، وأن حل المشكلة بين أمل وحزب الله يجب أن يكون حلا سياسيا بأقل قدر ممكن من يعني، وإذا استمر القتال فيجب أن يكون بأقل قدر ممكن من الخسائر للطرفين، لأنه في نهاية المطاف إذا دمر بيت أو قتل شخص من أي من الطرفين هو خسارة للطرفين. كان هذه الرؤية الحاكمة كانت في حزب الله في ذلك الوقت. حاولوا البعض أو بعض وسائل الإعلام تقول أنه أنا والإخوة المحاصرين بإقليم التفاح نحن متشددين وشروطنا صعبة ومشاكل. لا ما كان هيك، نحن كليتنا كنا مجمعين، ولذلك أنا بأكد لك أنه ذاك الاتفاق لم يكن له مخالف في حزب الله، الكل كان موافق لأنه الكل بده ينهي الموضوع. معش الموضوع أنه هلأ شوي زيادة شوي ناقص، هون حصلت شيء هون تنازلت، يعني هاي التفاصيل أمام حجم المحنة ما كان حدا يعني بعد بالحزب واقف أنه زيادة شوي ناقص شوي، حلوا هذا الموضوع أنه هذا الجرح يجب أن نضمده ونقفله إلى الأبد، وهذا اللي تبانينا عليه نحن وإخواننا بأمل. يعني إذن سمحت السيد، عشية انتخابكم من عام استشهد السيد عباس موسى رحمه الله. تلك الساعات كانت عصيبة على الجميع، لك ربما عصيبة على شخصك. أين كنت؟ كيف سمعت الخبر؟ كيف اجتمعتم؟ كل هذه الساعات من فضلك حدثنا عنها. تقريبا الخبر يعني بعد لحظات من وقوع الحادث كان سمعت السيد عائدا من جبشيت، وصل على تفاحته، طلع الطيران وقصف الموكب تبعه. بعض الإخوة اللي كانوا بنفس الموكب بس كانوا بعاد شوي، كان في بعض الإخوة من المسؤولين يعني بالمقاومة، واتصلوا هم وقالوا أنه اتصلوا بالأخ اللي هو المسؤول العسكري المركزي بالحزب، بلغوا لأنه بلغ وقتها كان صلاة لاسلكية يعني، فاتصلوا باللاسلكي وقالوا أنه السيد استشهد هو زوجته وطفله. هذا الأخ المسؤول تلفن لي، أنا كنت موجود بالضاحية، كنت موجود ببيتي يعني ببير العبد،
بدك وين وجه مسجد الإمام رضا عليه السلام اللي كان بيتي. فكنت موجود هناك واتصل في الأخ وقال لي عظم الله أجواك، أصلا بدون ما يكمل أنا فهمت يعني نعظم الله أجواك يعني شو القصة، لأن احنا كنا قلقين. قال لي هيك صار، طيران قصف الموكب واستشهد سيد عباس وزوجته وطفله والشباب، الموكب كله انضرب بس الشباب في شيء احترق، بس بعد ما عرفنا استشهدوا وما استشهدوا سبحان الله الله نجاهم يعني. يعني الشباب اللي كانوا بنفس سيارة السيد السائق والمرافق يعني من راسهم لكعب جريهم احترقوا بقوا كذا شهر يعني محروقين، والله سبحانه وتعالى نجاهم. الغريب انه يعني السيد وزوجته وطفله يعني هن اللي استشهدوا بالعملية كلها. فشو بدنا نعمل؟ قلت له طبيعي، هلا انا بتواصل مع الاخوان. انا لم افاجئ يعني اكون صريح معك انه يعني يوم السيد استشهد انا ما تفاجأت. اصلا احنا بموضوع السيد عباس من زمان كنا متوقع له انه لانه ضل رايح على جنوب وجاي من جنوب وسياراته معروفين. فكان ممكن باي لحظه يطلع الطيران ويمسح له سيارته يعني. فانا مش شخص انه والله شغلة جديدة، لا كان كل يوم ممكن هذا يصير للسيد عباس، هلأ صار حملته يعني الموضوع. طبعا على المستوى العاطفي أنا خسرت يعني خسارة كبيرة يمكن أكثر من أي واحد تاني بحزب الله بسبب العلاقة الثنائية بينه وبين السيد. بس بديك اللحظة كان مطلوب مني رباط الجأش، كان مطلوب مني كون جامد. ما بكيت لأنه بدي أحكي مع الإخوان ومن نتواصل ونلم الموضوع. بطبيعة الحال أخونا الشيخ نعيم هو نائب الأمين العام، فبدي أحكي معه بالأول، أحكي مع الشيخ صبحي الأمين العام السابق وبقية أعضاء القيادة. اتصلت فيهم على التليفون وبلغتهم وتبينينا أنه بعد ساعة نتلاقى في أحد الأماكن لنتداول نشوف شو بدنا نعمل. اجوا الاخوان كلهم اجتمعنا بسرعه، رغم انه كان يوم احد يعني يوم احد الاخوان بينتشروا عاده بالمناطق. جمعوا حالهم واجوا قعدنا داولنا شو بدنا نعمل. طبعا كليتنا يعني الاخوه كلهم كانوا متماسكين واقوياء ومش جديد علينا يعني، ولا في خصوصيه انه سيد عباس والامين العام، لكن ما نحن من 82 لاستشهاد سيد عباس من مشيع شهداء ومنحمل شهداء وبينهم شهداء يعني كوادر متقدمة بالحزب، وهذا مناخنا وثقافتنا وتركيبتنا وتربيتنا ما في مشكلة. بنينا أنه نطلع بيان ننعي في سيد عباس بنعلن شهادته. وكان بتذكر وقتها بدايات تلفزيون المنار يعني كان بعده محلي وهيك بداياته، كان عنا إذاعة النور انه الشيخ صبحي هو بينزل على التلفزيون وهو بيذيع البيان باعتباره الامين العام السابق. يعني حتى صار نقاش انه نائب الامين العام هو بينزل مثل البيان، والله الامين العام السابق والله انا والله بالاخر بالمجموع طلع معنا انه الشيخ كونه امين عام سابق وكونه برجع بقول لك الختياريه تبعنا يعني انه الشيخ وصديق السيد عباس وكذا بيطلع هو بيتلى البيان. طلع الشيخ وتلى البيان واخذت كل العالم علم باستشهاد السيد. باليوم الاول يعني بقيه يوم الاحد نحن بقينا نتابع انتقال الاجساد. جبنا الاجساد من جنوب من تفاحته على مستشفى رسول الاعظم وطلعنا بالليل انا والاخوان، انه طلعت كل الناس لفوق على المستشفى لنشوف الأجساد. طبعا كان يعني مشهد تلك الليلة أنا ما بنسى نهائيا. ما في يعني في جسدين ما بتعرف يعني مين السيد ومين أم ياسر. الأطباء هم اللي شخصوا فرزوهن قالوا هذا جسد السيد هذا جسد أم ياسر. إحسان الطفل الصغير يعني لحمه وجسمه مدموج يعني ممزوج بجسد أم ياسر.
ما في حسين وينه؟ طفل صغير. فحسين ما في طفل، ما في جسمه مدموج بجسم أم ياسر، بحس اجوا يعني بعض الأطباء اشتغلوا لفرزوهن عن بعضهم. طيب بكل الجسدين، رأس ما في، إيدين ما في، إجرين ما في، في جسم محترق ومتشظ يعني. كان مشهد مؤثر جدا بالنسبة لنا كلنا سوا، لأنه السيد كان دائما بالدعاء قال له أنت ايش بتدعي هيك؟ وهذا الدعاء نزلناه بعدين بالوسائل الإعلام، لما كان يقول أنه أسألك شهادة أنه لا مثيل لها لا سابقة لها أو شيء من هذا القبيل، يتشظى فيها جسدي، وأنه كل ذرة من ذرات جسدي يكون تدفع ثمن حتى تتوب علي وتقبلني وتغفر لي. قالنا سبحان الله يعني طبعا هاي شهادة لا سابقة لها يعني لا فيما نعرفه نحن. مهم بنفس الليلة اتفقنا، رجعنا قعدنا بالليل اتفقنا على إجراءات التشييع. تاني يوم الصبح أمام مقر شوارع حزب الله طلق التشييع من عفوا مش طلق التشييع طلق التشييع من مستشفى الرسول. يعني ما أجلنا التشييع يومين لنعمل جمعة وكذا، والناس يعني بمئات الآلاف اجت لحالها، حدث هز البلد يعني. فشيعنا من مسجد مستشفى الرسول الأعظم إلى مقر الأمن العامي اللي هو هيدا المكان. بعدين بنفس اليوم طلعنا الجنائز على بعلبك، كان طقس عاصف يعني شباط، وما أخذنا دغري عن نبشيت لأنه بعلبك السيد كان في علاقة قوية بينه وبين مدينة بعلبك، ومشان نمنح أيضا أهلنا بالبقاع فرصة المشاركة بالتشييع. تاني يوم عملنا حركة يعني تشييع في داخل مدينة بعلبك، وخلينا السيد بالمدرسة اللي هو أسسها واللي تأسس فيها حزب الله اللي هو كان مديرها لسنوات، ونحن رحنا على بيت اجتمعنا. الإخوان قالوا نحن لازم الليلة ننتخب أمين عام، بكرة قبل ما ينزل جسد السيد على القبر لازم الناس كلها تاخد علم نحن انتخبنا أمين عام، واللي بيخطب بتشييع السيد هو الأمين العام الجديد. طبعا الجو كان يعني هلا انتهينا يعني، نحن الأخوان بقيوا متماسكين، ما حدا بكي، ما حدا دمعت عينه، ما حدا، لأنه معانا 24 ساعة بدنا نلم وضعنا فيها. بس لما خلص الوضع استقر، الأمور ترتبت، وعندنا بعض الخطوة الأخيرة يعني أنه مطلعين الأجساد من بعلبك على النبشيت ندفنها هناك، وكل الأمور مرتبة والبرنامج مرتب، يبقى بعد عندنا هاي الخطوة. بدأنا التداول، موضوع ما أكل 5 دقايق يعني، قاموا الإخوان، طبعا الإخوان موجودين كلهم أكبر مني سنا يعني، على سبيل المثال كان الشيخ صبحي موجود بالشورى، الشيخ نعيم نائب الأمين العام، الشيخ محمد يزبك، وإخوة آخرين، الحاج حسين خليل المعاون السياسي والآخر. فقاموا الإخوان قالوا أنه الموضوع واضح، ما بده كتير نقاش، وكليتنا لأنه أنا سائبت، لأنه أنا كنت مسؤول تنفيذي، تأخرت شوي عن الجلسة لرتبت كل شيء ورحت على الجلسة. فالإخوان قالوا نحن تناقشنا قبل ما تجي، نحن طالع معانا بالإجماع أنت. كمان ناقشتهم شوي أنا بالمقدمات القرار، لكن بالنهاية هم طرحوا مقدمات مقنعة يعني، الجو النفسي والجو العاطفي والجو المعنوي، ويعني صلة العلاقة الوثيقة بيني وبين سيد عباس، حكوا مجموعة أسباب. أنا تمنيت على الإخوة أنه إذا بيكون في خيار آخر، طبعا أنا قلت لهم رأيي بالجلسة، أنا رأيي يكون الشيخ صبحي يعني يرجع هو يكون أمين عام. فهو والإخوان قالوا لا، هذا الموضوع صار من الماضي، نحن بالوضع الجديد اللي نحن فيه عنا أمين عام مستشهد، عنا يعني نحن في ذروة المواجهة مع الإسرائيلي، مصلحة الحزب، مصلحة المقاومة، مصلحة الكل أنه أنت تقبل هذا المسؤول. تكلنا الله،
تاني يوم الصبح طلعنا على تشييع بعلمك على النبشيت، واتفقنا أنه الذي يعلن الخبر هو الشيخ صبحي، يعني الأمين العام السابق، حتى مش نائب الأمين العام، لأنه بطبيعة التركيبة عندنا بالحزب كان على طول أنه الأمين العام مين؟ يعني الشيخ صبحي أو سيد عباس، يعني هذه الفكرة هيك المتداولة. لما بيطلع الأمين العام السابق اللي هو مرشح دائم للأمين العام في ذهن الناس، هو بيعلن عن نبأ هذا الانتخاب وبالإجماع، هذا طبعا بيعطي قوة كبيرة للأمين العام الجديد وللقيادة وللحزب اللي مستشهد أمين العام. وبالفعل صار هذا الخطابات، وبعد ما هو حكي الشيخ طلعت أنا حكيت كلمتين ودفننا سمحت السيد، وبدأت مرحلة جديدة يعني من لحظتها. طبعا أنا بتذكر كمان يومتها نحن وبالتشييع ماخدين، يعني بعد الصلاة على الجنايز ماخدينهم على المقبرة، الإخوان من الجنوب يتصلوا بأنه الإسرائيليين بدأوا تقدم باتجاه كفر وياطر، وفي مواجهة قاسية وعنيفة بينهم بين الإخوان وبين الإسرائيليين، وشو بدنا نعمل؟ عنا اقتراح يعني من المقاومة، من قيادة المقاومة، أنه نحن منواجه بشكل عنيف، بس إذا بدك نضغط حتى الإسرائيليين يتراجعوا لازم نضرب كاتيوش على المستعمرات. وكان أول قرار أخذته أنا بصفة الأمين العام بالجنازة، الإخوان الموجودين بقية أعضاء الشورى تشاورت أنا وياهم، نحن وماشيين بالجنازة يعني، واتفقنا أنه إيه خلي الإخوان يعملوا هيك. وصار أول مرة المقاومة الإسلامية تدخل سلاح الكاتيوشا إلى معادلة المعركة، وكملنا بعدين. يعني عندما يكون القرار الأول الذي يتخذه الأمين العام لحزب الله المنتخب حديثا هو قصف المستعمرات الإسرائيلية في الجليل بصواريخ الكاتيوشا، وأين؟ يعني كانوا بالجنازة، ليس وراء مكتبه، ولم يتخذ أول قرار، قرار تنظيمي أو تعييني أو كذا، هو قرار بالمقاومة. هذا يكشف أيضا أو له دلالة رمزية أن المرحلة التي تلت كانت مرحلة مخصصة بالكامل للعمل المقاوم الميداني، والذي أثمر تحليلا في النهاية. وفي بداية الحلقة يعني كيف تحدث السيد حسن نصر الله عن عندما التبس أمر ما على قيادة حزب الله وأرادوا التشاور مع السيد خامنئي الذي أصبح وقت ذاك القائد الإيراني وولي الفقيه، قال لهم إذا التبس عليكم أمر وأردتم رأيي فعودوا إلى السيد حسن نصر الله. طبعا هذا يكشف أيضا جانبا من شخصية السيد نصر الله، يعني هذه الانتفاضة كانت أكثر من رسالة عاطفية أو حركة مساعدة في اتخاذ قرار، أفهمها بكل صراحة وتواضع أنها كانت رسالة استراتيجية لا شك أخذتها قيادة حزب الله في الاعتبار. لكن يحق التساؤل هنا، طيب لماذا يذهب حزب الله إلى طلب استشارة وحتى قرار المرشد بنفسه إن كان الحزب مستقل بالفعل كما يشدد دائما؟ نحن تحدثنا على عشية اندلاع حرب عاصفة الصحراء، قيادة حزب الله اتخذت قرارا بالذهاب إلى السيد خامنئي لتسأله إن تم الاعتداء على لبنان ماذا نحن فاعلون، ببساطة لأن الأمر يتعلق بحرب لا يتعلق بانتخابات مثلا، يعني حرب إسرائيلية على لبنان في وضع إقليمي ودولي حاد وفي لحظة عربية إقليمية دولية مفصلية في ذلك الوقت، يعني هي حرب عاصفة الصحراء وتحرير الكويت، يعني ليست عملا بسيطا. يعني ماذا لو هاجمت إسرائيل ولبنان؟ قرار الحزب كما أوضح السيد كان بالرد الحاسم، لكن مستواه قد يحدد توسع الحرب من عدمه، على الأقل وسط ربما حرب إقليمية أمريكية أطلسية تماما كما حصل في عام 2003. كذلك بصراحة وأقولها بلا حرج، من في لبنان من قيادات دينية أو سياسية أو غيرها ليست لديه مرجعية في الخارج؟ من؟ ربما يظهر تيارات هنا في الداخل تقول نحن ليست لدينا مرجعية في الخارج بلا استثناء، يعني بشكل مطلق نصدقهم، لكن هناك قيادات دينية في لبنان لديها مرجعيات في الخارج وبشكل صريح، يعني ماذا عفوا عن القيادة الدينية السنية والمارونية مثلا، يعني أليس الفاتيكان هو مرجعية البطركية المارونية هنا دينيا أو الكاثوليكية وليس المارونية فقط، دينيا وسياسيا وفكريا وحتى استراتيجيا؟ وأنا أقول هذا ربما طبيعي، الفاتيكان نفسه
هو ليس مرجعية دينية فقط، هو دولة لديه رأي فيما يجري في العالم وفي المنطقة وفي لبنان بشكل أساسي. ربما قبل فترة مش زار وزير، يعني أظن وزير خارجية الفاتيكان زار بنفسه لبنان وحول حزب الله، لأن تحدث عن حزب الله، تحدث بإيجابية عن حزب الله، وقال كيف أن حزب الله هو مكون أساسي في التوازنات الداخلية. طيب عفوا، أليست للمرجعية الدينية السنية مرجعية سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر في الخارج؟ نعم، وهذا أمر ليس خافيا، وقد يكون أمرا طبيعيا يعني وعادي ومفهوم بلا شك، ربما نتيجة لطبيعة ويعني وتركيبة لبنان. أقول هذا فقط حتى لا نقول دائما والله حزب الله حزب إيراني وحزب يعني شيء من هذا القبيل. شخص السيد نصر الله التصق كليا دائما منذ بدايته بالناس، بالقواعد، بالأفراد، بالجميع، بالجموع بشكل عام. تذكرون في الحلقة الأولى على ما أعتقد أو الثانية عندما كيف يتحدث أنه يعني ما هي المهمات التي تولاها. أول مهمة تولاها في حزب الله هو أن يكون مسؤول الاستقبال المتطوعين للذهاب إلى التدريب والقتال. السيد نصر الله لم يكن قياديا نرجسيا فوقيا. والله أنا بهذا الأمر بالمناسبة يعني أجد حرجا في الحديث عن صفات السيد حسن نصر الله حتى لا يتهمنا أحد بأننا ربما نمدحه، ولكن يعني الكلام المديح الحقيقي قليل فيه، ويشهد الله على ما أقول. على كل حال، كل من عرفه من دون استثناء يشهد له ببعض الصفات الأخلاقية النبيلة والنادرة جدا. لم يأتي السيد نصر الله مسقطا، لا نصب يعني لم ينصب قائدا من الخارج، ولا في عتمة الليل، ولا حتى في انتخابات سورية. في نقطة أخرى يعني بد أن أتحدث فيها، كان يفترض أن أشير إليها في الحلقة الماضية ولكن دهمنا الوقت، ولكنها أيضا مرتبطة بكل هذه التطورات. وأشار السيد حسن نصر الله إلى مرحلة الفتنة بين أمل وحزب الله. بصراحة هنا نحن لسنا أبدا يعني نتحدث عن تلك الحقبة ولا عن ظروفها وحقيقتها، لأن في ذلك نكأ لجراح مؤلمة بلا شك، لكن ضرورتها في أمرين الآن على الأقل. الأولى أو النقطة الأولى مكانة السيد حسن نصر الله في الحزب، لأنه راح نتحدث عن شخصية السيد حسن نصر الله الآن. يعني عندما يقول كيف أن السيد عباس الموسوي بنفسه رحمه الله وكان الرجل الثاني في الحزب يذهب إلى قم من أجل أن يجلب السيد نصر الله ليكون سندا لهم في الشورى في القيادة في تلك المرحلة الأليمة، مرحلة الفتنة بين أمل وحزب الله، هذا يؤكد يعني قيمة ومكانة السيد نصر الله. لكن الملاحظة الثانية ولعلها الأهم هو ضرورة توجيه بعض الرسائل. شوف، هو يعني هذه العلاقة أحيانا يتم الحديث فيها باعتبارها مذهبية، ولكن ليست كذلك على الأطلاق، لأنه الجماهير تعرف أي خلاف بين الحركة والحزب يمكن أن يوتر أجواء ويوتر الحياة بالبيئة كاملة. هذا يؤثر قطعا على الحياة الوطنية في لبنان، وليس فقط على الحياة الجنوبية والبقاعية أو عفوا الشيعية. قطعا أي خلاف جدي بين حركة أمل وحزب الله يؤثر الحركة الوطنية كلها في لبنان. أما الخارج، وهو الحقيقة الذي أفهمه أنا كمراقب من خارج الدائرتين، أن يعني ربما علينا أن ندرك جميعا أن الحرص، حرص حزب الله وحرص حركة أمل والثنائي وأصدقائهم بشكل عام على بقاء هذه العلاقة قوية وأكثر متانة بين الطيرين، هي ليست لاعتبارات مذهبية، يعني ما يسمى بالثنائي الشيعي، بل هي في الأساس وفي الجوهر لاعتبارات اجتماعية وأهلية. يعني هذا الذي يربط أساساً بين حزب الله وحركة أمل مش لأنه غالبية قواعد حزب الله شيعية وقواعد غالبية قواعد حزب الله أو حركة أمل شيعية، أو لنقول كل القواعد هي شيعية، لأن أبناء الحركة والحزب هم من مناطق واحدة، من مدن واحدة، من قرى واحدة، ربما من أزقة واحدة، وأحيانا من منزل واحد. يعني الفتنة لا سمح الله يعني تعني اقتتالا بين غرفة أخرى وليس بين منطقة أو زقاق وآخر. على كل حال، مرحلة الفتنة الأليمة اللي كانت بين 88 و90 يعني أكدت هذا الأمر. احنا تحدثنا عن استشهاد السيد عباس الموسي، ولكن ربما تحدث عن معلومة بعد الفاصل في الجزء الثاني من هذه الحلقة. مشاهدي الكرام، فاصل نعود بعده لاستكمال 40 وبعد. We'll be right back.
أهلا بكم مشاهدين الكرام. محطات شهدتها سنوات التسعينيات قبل التحرير عام 2000. نتحدث في هذا الجزء عن عدوان تموز 93 ومجزرة أيلول الأسود ضد حزب الله بالتزامن مع توقيع اتفاق أوسلو. نستعيد بعضها. في تموز 93 الإسرائيليين شنوا عدوان واسع جوي، كانوا موجودين بالشروط الحدودي، فأنا مش محتاجين تقدم بري. وطبعا هن تواجدهم في الشروط الحدودي كان ماخدين تقريبا القمم، يعني مناطق العالية والمسلطة والمشرفة على بقية الجنوب والبقاع الغربي. فشنوا حملة جوية عنيفة جدا، هجروا المناطق الأمامية، مدفعية وزوارق بحرية تقصف، طيران يقصف. المقاومة تصدت لهذه المواجهة. يومتها هم أعلنوا أهداف لهذه الحرب 93. الهدف هو ضرب البنية التحتية لحزب الله. لكن هم كانوا بيقدروا أنه أول يوم تاني يوم تالت يوم حزب الله أمام حجم الهجمة وشراستها وكثافة النيران بيتراجع، وهم ضربوا عدد كبير من المراكز من البيوت التي ظنوا أنها مراكز. هذا بيأكد أنه كان عنده معلومات غلط، وضربوا بيوت كمان نفس الخطأ كرروا 96، ضربوا بيوت كان حزب الله فيها من 5 سنين وتاركها من 5 سنين، يعني إذا في معلومات فيها قديمة غير محدثة. فهم تصوروا أنه الهجمة الأولى والثانية والثالثة وحجم البيوت اللي ضربوها والمراكز اللي ضربوها والأماكن اللي استهدفوها أنه خلص، يعني البنية القيادية لحزب الله انضربت، الكادر الأساسي انضرب، مراكزه انضربت، البنية التحتية ومخازن السلاح. تفاجأوا أنه هذا كله ماشي مش صحيح. طبعا كمان توقعوا هني أنه بيصير في انتفاضة داخلية بلبنان شعبية على حزب الله، ناس بجنوب تعمل مظاهرات تطالب بوقف المقاومة. قراءة خاطئة، يعني شافوا لا، الناس وقفت مع حزب الله، الناس صمدت، المقاومة صمدت أيضا، استمرار إطلاق الكاتيوشا استمر كمان بقي قائم. شافوا بأنه هم ما قادرين يضربوا البنية التحتية. كملت الحرب كم يوم، صار نزلوا من هدف ضرب البنية التحتية إلى هدف وقف عمليات، إلى هدف نزع سلاح حزب الله، يعني أن يفرضوا على لبنان وسوريا من خلال تفاهمات ومفاوضات. يعني وقتها كان رئيس حافظ الأسد وكان بلبنان رئيس الهراوي والحكومة اللبنانية، أنه بدكم نوقف الحرب، خذوا قرار نزع سلاح حزب الله. كمان هذا ما صار، نزل الهدف وقف العمليات، بده يبقى سلاح حزب الله يبقى، بنية تحتية تبقى، بس ممنوع عمليات. كمان هذا الالتزام ما قدروا أخدوه. بعد 7 أيام، لأن احنا كنا عم مستمرين في قصف المستعمرات بشكل دائم، لما شافوا أنه نحن استوعبنا الهجوم، بنيتنا حافظنا عليها، استمرار الهجوم ما حيضرب بنيتنا، الشعب اللبناني متعاطف، المنطقة كلها تعاطفت معنا، لبنان والسوري على المستوى السياسي جامدين، صار ضغط على إيران، إيران كمان كان موقفها جامد إلى جانب سوريا ولبنان، فشافوا ما عاد في أفق لاستمرار الحرب. نزل الهدف للآخر يعني، وصاروا مجموعة مفاوضات في الشام حول إيجاد مخرج لإنهاء هذه المواجهة الواسعة. ما حدا كان طبعا قبلان وقف عمليات المقاومة، يعني للسوري وللبناني ولحزب الله، وبالتأكيد صديقنا الإيراني أدم كان موافق. ما حدا بيقبل يعني أنه أنت أرضك محتلي وشوي بده ياخد منك التزام بوقف المقاومة. المحصلة كانت، وهذا اللي بعدين سمي تفاهم تموز، أنا بتذكر وقتها نحن سؤلنا بشكل واضح وصريح يعني أنه أنتوا شو اللي بيخليكم توقفوا قصف الكاتيوشا على الشمال؟ هلأ هذا مطلب الإسرائيلي، بيوقف الحرب إذا وقفت الكاتيوشا، إنه العظيم يوقف استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية اللبنانية، نحن ما نضرب مستعمرات. عملنا هذا اللي سمي تفاهم تموز، هو تفاهم شفهي، ما في شيء مكتوب، ما في نص. قلت المفاوضات شخصيا؟ ها؟ قلت المفاوضات شخصيا؟ يعني السؤال صار لي أنا بشكل مباشر يعني. وأين؟ كنت في بيروت؟ في الشام. لا يعني آخر يوم يومين طلعت على الشام، لأنه كانت الشام هي محور المفاوضات. يعني وقت وزراء خارجية كبار في العالم اجوا لهونيك، دكتور ولايتي كان هونيك، مسؤولين لبنانيين طلعوا لهونيك، وأنا طلعت لهونيك،
وهناك صار الاتصالات كلها تجري. وصلنا لتفاهم تموز، تم تحديد وقت لوقف اطلاق النار، ونحن قلنا من وقف اطلاق النار بالنسبة لنا هو وقف اطلاق الكاتيوشا يعني، وإلا بعد بلحظة بعد بدقيقة نحن حقنا الطبيعي أنه نهاجم مواقع الاحتلال الموجودة في جنوب لبنان، يعني هذا وقف اطلاق النار نحن التزمنا فيه. طبعا يومها وقف يعني بالوقت المحدد، هني وقفوا الغارات ونحن وقفنا قصف الكاتيوشا، وصار في شيء اسمه تفاهم تموز. بقي كم يوم الوضع هادي، صار تحليلات كتير بالبلد انه خلاص انتهت المقاومة، وقفت العمليات ومشاكل. نحن كان فينا بعد ساعة نعمل عمليات، تاني يوم نعمل عمليات. نحن قلنا الاخوان هدوا البال شوي حتى الناس ترجع على المهجرة، البيوت اللي دمرت كذا الى اخره. بقينا كم يوم بس يعني حتى تم ترتيب الاوضاع الاجتماعية للناس، وبعدها بايام قليلة يعني بعد ما استوعبنا كل الوضع الاجتماعي تم زرع عبوة كبيرة جدا واستهداف دواوية إسرائيلية، رغم أنه سبحان الله يعني بالدواويات كان ممكن يجي واحد واثنين والعبوة تقتلها اثنين ثلاثة، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطي بس يعني إجابات، لأنه خلال أيام نحن ننفي بس الجبهة هادئة والتحليلات والمعلومات، وأنه هودي ساوموا على المقاومة، وقفت المقاومة، صارت العملية 11 قتيل إسرائيلي، يعني من أكبر العمليات اللي صارت في تاريخ المقاومة. مش نحن اللي جبنا 11، احنا زرعنا عبوة كان ممكن تقتل اثنين، الله اللي جاب 11 وقتلهم يعني. وتثبت تفاهم تموز وخلصنا الموضوع، وكان نصر كبير للبنان، سقط عدد كبير شهداء جرحى دمار، لكن نحن بنعتبر انه انتصرنا بحرب تموز لانه الإسرائيلي عجز عن تحقيق اي من اهداف العدوان، يعني هذا عنوان النصر. خلصنا تموز آب أيلول، نجي لشو؟ ل13 أيلول. طلع المناخ أنه في مفاوضات بأوسلو، في اتفاقية أوسلو، وبدو توقع الاتفاقية بواشنطن. نحن اجتمعنا، نحن ومجموعة من الأحزاب اللبنانية وطنية وإسلامية واختلف الاتجاهات مع الفصائل الفلسطينية الموجودة بلبنان، أخذنا قرار أنه بدنا لازم يعني ناخد موقف وسير تحرك ضد اتفاقية أوسلو، لأنه هاي الاتفاقية خطرة وأن تقييمنا كان اتفاقية أوسلو تقييم المعروف. واتفقنا أنه نعمل مظاهرة بتنطلق من مستديرة الغبيري ب13 إيلو، يعني بالوقت اللي بيكونوا بواشنطن عم بيوقعوا نحن بنكون عم نتظاهر، والمظاهرة هي ضد أوسلو، يعني مش ضد حدا بلبنان لا يفتح معنا مشكل. يعني قبل ساعات ما قوم نحن عملنا إعلام للمظاهرة، يعني قبل بكم يوم، وتحضير إعلامي وحشود وإلى آخره. قبل بساعات بصير اتصال معنا من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين الأمنيين أنه في قرار بمنع المظاهرة. طيب ليش؟ هذا موقف لبنان رسمي ضد أوسلو، وأنا بتذكر أن موقف لبنان رسمي كان موقف ممتاز يعني. طيب هذا الشعب اللبناني عم بيعبر عن نفس الموقف الحكومة اللبنانية، الموقف الرسمي يعني، شو المانع نعمل مظاهرة؟ مظاهرة سلمية وسلاح ما فيه، وهالمنطقة على طول بنعمل فيها مظاهرات. صار جدل على الموضوع. نحن قلنا الأخوان، كان طبعا العالم تجمعت وفي حشد كبير تجمع، بس صار واضح أنه في مشكل، واستنفروا الجيش اللبناني وجابوا قوات وعسكر وقوى أمن داخلي وانتشار مسلح كبير في محيط منطقة المظاهرة. نحن طلبنا من إخواننا أنه هي مظاهرة سلمية مدنية، شو ما صار استفزاز ممنوع حدا يتعاطى بشكل سلبي مع الاستفزاز، وخليكم مجمعين في مركز الانطلاق لنتفهم. نحن ما بدنا نمشي المظاهرة برغم من إرادة الدولة، ما بدنا نصطدم مع حدا. ولذلك بقوا الناس منتظرين يعني نص ساعة، ثلاث أرباع ساعة، ساعة تأخر موعد انطلاق المسيرة،
هلا تأخر، هلا حتى ما يكون قول ساعة يعني، بس صار تأخير لانطلاق المسيرة. لو وصلنا لتفاهم نحن والمسؤولين معنيين أنه ما في مشكلة، بتمشوا لكن ضمن هذا المسار، حددوا مسار يعني طريق للمسيرة غير اللي كان مقرر من قبلنا، أنه ما في مشكلة نحن بهمنا نمشي. فأعطينا الإعاز للإخوان، وكان في مجموعة من قيادات الحزب موجودة في مقدمة المسيرة وهي عم بتدير الموضوع، يعني ما تركنا أنه والله شعبي محض وانفعالي وعاطفي، فمشيت المسيرة عادي يعني. لم يكن بين المتظاهرين أي مسلح على الإطلاق. الشخصيات المركزية اللي وجودها بالمظاهرة بده يحكمنا ويفرض علينا يكون في مرافقين مسلحين، إنه لأن أنتم ما بتروحوا حتى ما يكون في قطعة سلاح. مشيت المظاهرة بشكل عادي، هي وماشي المظاهرة إلى مكان معين يعني بنفس الاتجاه المأزوم به، وفجأة تفاجأنا بإطلاق النار. طبعا الأفلام موجودة عندنا موثقة يعني من قبل عناصر في قوى الأمن الداخلي وفي الجيش اللبناني وقتها، والأسلحة موجهة إلى صدور الناس يعني مش إطلاق نار بالعالي ولا إطلاق نار على الأرض، وأطلق النار على المسيرة. يومتها سقط 9 شهداء مباشرة يعني، 2 من الأخوات كله مصور، حتى الأخوات إنه عم يتقوسوا وعم يوقعوا موجود أفلام الفيديو، و7 شباب. وبعدين لاحقا استشهد أحد الجرحى، محصل 10 شهداء و40 جريحا، الكل جواحهم في رأس وفي صدر. يعني هو كان ممكن يكونوا شهداء لكن الله سبحانه وتعالى مد في أعمارهم. يومتها الأخ المعني بإدارة الموضوع كله اتصل فيه، وأنا كنت عم تابع لأنه كان أنا مش لازم أنزل عن المظاهرة حتى ما يكون في يعني بالنهاية أدى يكون أنا بده يكون في شباب يعني معهم سلاح. وين كنت سمح السيد؟ كمان كنت بالبيت وقتها. اتصل في الأخ وقال صار هيك هيك. طبعا أنا سمعت إطلاق نار يعني، فما عرفنا وين إطلاق النار. قبل ما الشباب يتصلوا كان هذا الأخ اتصل قال صار اللي شرحت لك إياه على التليفون، شو بنعمل؟ قلت لهم ماشي. بعت مجموعة من الإخوان الأساسيين يضبطوا الناس، الشهداء بالحرف هيك معني بتذكر، الشهداء خدوهم على المستشفى على البواد، الجرحى نقلوهم على المستشفيات. بقية المظاهرة قال لي لأنه الناس بعدهم متجمعين وغاضبين وبدهم يكملوا، قلت له غيروا مسار المسيرة جيبهم على مقر الأمان العامي وأنا بروح بخطب الناس. يومتها أنا جيت وجابوا الناس واخطبت فيهم بطريقة لم الموضوع يعني، نحفظ معنويات الناس ونرفع الموقف باتجاه أوسلو اللي منعونا نعبر يعني بطريقة سلمية ومدنية عن موقفنا، وبنفس الوقت حدد اتجاه التعاطي مع الحادثة. تاني يوم صار تشييع الشهداء، كان تشييع ضخم جدا من أضخم تظاهرات ضاحية الجنوبية أو التي شهدها لبنان يعني، تشييع 9 شهداء إلى روضة الشهيدين. طبعا لما صار الحادث صار توتر شديد يعني بالمنطقة، الكل افترضوا، وأنا بتصور الذي يقف خلف إطلاق النار فرضيته هي طبيعية، أنه لما بده يطلق النار على مظاهرة لحزب الله يسقط شهداء بهذا العدد، المقوس يقتل 50 و100 يعني، ولا قتل 9، يرد الفعل المنطقي الطبيعي للناس مش لحزب الله، للعائلات التي تسكن هذه المنطقة. وبالنهاية بلبنان سلاح الفردي موجود يعني، حتى الدولة بتقول ايه سلاح فردي موجود بكل مناطق لبنانية، الضاحية اكيد فيها سلاح فردي، لو نزل بس السلاح الفردي والجيش اللبناني
منتشر في الضاحية الجنوبية. نزل واحد أطلق نار على جندي في الجيش اللبناني، كان اشتعل البلد. نشوف قديش وضع حساس جدا. يعني كنا عم نمشي على أرض كلها بنزين، أي ولعة بتولع البلد. هيك كان الجو يومتها. نحن خاطبنا طبعا، الخطاب مع المظاهرة والتعميم اللي صار الداخلي أنه أبدا ولا رد فعل، بدنا نمسك حالنا ونمسك جراحنا، وأي خطأ، أي إطلاق نار، أي عملية انتقامية، أي ممارسة فردية هي خيانة لحزب الله، خيانة المقاومة، خيانة للبلد، لشعبنا ولأمتنا، خيانة لدماء الشهداء اللي سقطوا اليوم، وخدمة جليلة لإسرائيل. هذا كان تعميم. طبعا أنه ما كان في درجة توتر، درجة توتر عالية، غضب. يعني مين بده يحكي عني وعن إخواني بقيادة حزب الله؟ نحن كنا نرتجف من الغضب. بس الحمد لله رب العالمين أنه الغضب والحدة والانفعال ما خلنا، يعني ما أفقدنا صوابنا، يعني بدنا نفكر صح، نتعاطى صح. الأهم من موقف قيادة حزب الله بحادثة 13 أيلول هو موقف قواعد حزب الله، أنه طيب أنت مفهوم، أنت مبرمج وعندك أولويات وحاضر، يعني لو قتلوا لك 100 يومتها بدك تقفز فوق هذا الدم لتكمل معركتك مع إسرائيل، ما حتنجر لقتال داخلي. أنت مثقف ودارس وعشرين سنة أو 15 سنة أنت بتشتغل على هذا الملف، يعني فمختلط بدمك وروحك. بس الناس شو؟ برأيي أنا الموقف الأهم والأعظم كان هو موقف الناس. الناس تجاوبوا بشكل كبير، كانوا منضبطين بشكل كبير. كمان يومتها قيادة الجيش عملت إجراء سليم، أنه يعني لو أنه كمان قيادة الجيش على ما يبدو فوجئت بما حصل ميدانيا. كان ممكن قيادة الجيش، كان عماد لحود وقت قائد الجيش، كان ممكن قيادة الجيش تقول لا تبقى القوات بالضاحية والانتشار ويتعزز الانتشار يعني، وهذا ممكن يزيد حالة التوتر. وقتها قيادة الجيش أخ عملت إجراء أنه سحبت يعني الكتائب والقوات إلى محيط الضاحية، إلى خارج الضاحية، حتى ما يصير في احتكاك بين الناس وبين الجيش. نحن طبعا اللحظة الأولى اعتبرنا بأن ما جرى هو مؤامرة لإيقاع الفتنة بين المقاومة والجيش اللبناني، ولإحداث حرب بين المقاومة والجيش اللبناني التي كانت تعني، يعني بين حزب الله والجيش اللبناني، التي كانت تعني حكما حرب أهلية. قصة مش حزب، حزب الله مش حزب عادي يعني بلبنان، وأنه الجيش اللبناني يصطدم مع حزب. أي قتال من هذا النوع كان بيعمل مشكل داخل الجيش اللبناني، نتيجة تركيبة البلد يعني، وبيعمل حرب أهلية بالبلد وبيخرب البلد على الآخر يعني. طب من يقف وراء إذا لم تكن قيادة الجيش؟ من يقف وراء؟ على كل حال هم عملوا تحقيقات في داخل المؤسسة. نحن سياسيا وقت حملنا المسؤولية الحكومة، لأنه الحكومة هي أخذت قرار منع التظاهر. طيب ببلد طول عمره مظاهرات، إنه شو المشكلة يعني؟ ومظاهرات ما بيصير في مشكل فيها يعني، لكن ضمن ذهنية أنه بدنا نقفل البلد وممنوع المظاهرات ومنقفل الجريدة ومنعمل ومنساوي، أنت بتحكي وأنت ممنوع تحكي، هالمناخ اللي كان وقتها سايد. سياسيا نحن حملنا المسؤولية الحكومة. نعم. وبالنهاية هو العسكر هن عسكر عند الحكومة، يعني مش عندي أنا. صار تواصل بيننا وبين قيادة الجيش. قيادة الجيش بعد توفت رفيع المستوى من ضباط عزوا الشهداء، وقالوا نحن فتحنا تحقيق، ونحن ما في قرار من قيادة الجيش أصلا بإطلاق النار، والدليل أنه صار إطلاق النار من مكان واحد. يعني كان في جيش محيط بالمظاهرة عن يمينها وعن شمالها ومن خلفها، ولا طلقت نار، من مكان واحد طلع إطلاق النار. يعني في ضابط وفي مجموعة عساكر معه، من عندهم أطلق النار، بقية النقاط تبع الجيش اللبناني ما صار أطلاق النار. وما الذي اكتشف بعد ذلك؟ هلأ طبعا الحكي واسمي عم يحكي عن خلل فني، خلل إداري، خلل ما بعرف شو، إنه لما صار الاتفاق معنا إنه المظاهرة تمشي وتحدد المسار الجديد تبعها،
أنه كل النقاط العسكرية القريبة من المظاهرة أبلغت. هذه النقطة اللي أطلقت النار كانت بعيدة شوي صغيرة، أنه حصل خلل لم تبلغ هذه النقطة، أو أنه هذه النقطة أبلغ الضابط فيها لكن الضابط ما بلغ العساكر اللي عنده. فبعد أن هول مبلغين بالقرار السابق، لما شافوا المظاهرة ماشية ومتجهة باتجاههم قاموا بإطلاق النار. هذا الشيء الرسمي اللي طلع يعني بنهاية المطاف. أنا أظن أن الأمور أعمق من هذا، يعني هذا الاستنتاج هو استنتاج فيه كثير من التبسيط. اسمحوا لي أن أعود بما انتهيت إليه بالجزء الأول فيما يتعلق بالسيد استشهاد السيد عباس الموسوي رحمه الله. نحن تحدثنا عن عملية الاستشهاد، ولكننا لم نتحدث عن انتخاب الشهيد عام 92. يعني كما كانت عملية انتخاب الشيخ صبح الطفيلي لافتة، كانت أيضا العملية نفسها مع السيد عباس. هذا الأخير رحمه الله رفض انتخابه مطلقا، أصر عليه، فلم يكتفي بالممانعة بل غادر بيروت ولاذ بالبقاع. بعد فترة لحقت به القيادة، لأنه يعني كان في تصميم على الاختيار، والتأخر بالحقيقة أثار لغطا داخل الحزب وحتى خارج الحزب في حين إن كان البعض يتذكر هذه المرحلة. كان الشائع وحتى تم الحديث عنه في الإعلام أن هناك خلافات حادة داخل القيادة على منصب الأمين العام، يعني في تنافس حاد وخلافات من يصبح الأمين العام. والحقيقة ليست كذلك بالمطلق، يعني الحقيقة كانت خلاف على من يرفض أن يكون أمين عام. يعني الكل يريد أن يخرج، ما حدا كان يريد أن يكون أمين عام، الخلاف على من كان يرفض أن يكون أمين العام. المهم في البقاع بعد حديث طويل وجدل ساخن، اقترح السيد حسن نصر الله على السيد عباس، وكانت يعني بينهم علاقة خاصة، هو السيد يقول كان بيني وبينه مونة، أن يحتكم السيد حسن، اقترح على السيد عباس رحمه الله أن يحتكم إلى الاستخارة. هلأ المؤمنين المتدينين بشكل عام المسلمين يعرفون ما معنى الاستخارة، وإن اختلفت بين هذا وذاك. قبل السيد عباس على مضض، دخل لغرفة أخرى مغايرة، أطال مدة الاستخارة بالصلاة بالدعاء، ومن ثم الاحتكام إلى القرآن الكريم. كانت نتيجة الاستخارة إيجابية، وبهذه الاستخارة أصبح السيد عباس الموسوي أمينا عاما لحزب الله. هكذا ببساطة، يعني بعد تمنع طويل، هكذا ببساطة، شيخ صبحي بالقرعة والسيد عباس بالاستخارة. بصراحة يعني يظهر هذا الأمر جيلا مختلفا وقيادة نادرة ربما من زمن آخر، وزالت مستمرة مع السيد حسن بلا شك. أما حول مجزرة 13 أيلول سبتمبر، وهي مجزرة أيلول الأسود في الحقيقة، هي السؤال لماذا حصلت؟ ما خلفياتها؟ كيف تعرض الحزب على مدى العقود الثلاثة إلى أكثر من مجزرة وإطلاق نار ضدها؟ والحقيقة حتى من قبل للأسف يعني بعض عناصر من الجيش اللبناني نفسه. ربما هنا نقول ثمة أمران، يعني أمر خارجي أو أمر لبناني داخلي وأمر خارجي. إذا وضعنا هذا الأمر في سياقه التاريخي والسياسي وحتى الاستراتيجي، إذا تذكرنا أن مجزرة أيلول هي يعني ضد حزب الله كانت مرتبطة بمظاهرة احتجاج على اتفاق أوسلو، إذا تذكرنا هذا الأمر ندرك أن قرار إطلاق النار في الضاحية قد يكون متعمداً بقوة لإبلاغ رسالة لحزب الله أولاً، وإلى كل من يعارض مسيرة التسوية ونموذجها أوسلو ثانياً. يعني هذه مجزرة كانت بداية لمسلسل إطلاق النار الحي على أكثر من حراك شعبي لحزب الله أو لأنصار الحزب أو حتى لبيئة الحزب العامة، حتى وإن كان تحرك بمناسبة احتجاجياً، يعني تحرك احتجاج على غلاء أسعار أو غياب الكهرباء، يعني أو ليس حتى على مطلب سياسي. في حي السلم عام 2004 عندما أطلقت النار على المتظاهرين وقت ذاك، ما كان فيه مطلب سياسي. وأنا أذكر وقت ذاك أن السيد حسن نصر الله بنفسه يعني تحدث بعد المجزرة وقال إن القرار باستهداف هؤلاء بإطلاق النار كان من قبل السفارة الأمريكية، أذكره. طبعا في مأرب خايل عام 2008 ناس تظاهروا من أجل قطع الكهرباء كان في ذلك الوقت. طبعا قائد الجيش في حينه الرئيس ميشيل سليمان وعميد مدير المخابرات العميد جورج خوري ذهب إلى السيد حسن نصر الله وقال إن أمر كان خطأ. طيب لكن في المحصلة أن عناصر وضباط ومن الجيش
أيضا أطلقوا النار على حزب، ما حصل هذا مع أي حزب آخر أو تيار آخر. طيب عفوا، وأنا أريد أن أصل إلى عام 21 عندما أطلقت النار على مسيرة في الطيون 2021. والمهم الذي أود أن أقوله، في حرب في اللول الأسود 93، في مجزرة حي السلم 2004، في إطلاق النار في مرمى خايل 2008، وحتى في الطيون 2021 حزب الله لم يرد الفعل ولم يسقط في فخ الفتنة، تفادى حربا أهلية عام 93 كما وصفها السيد نصر الله. اللافت الذي يستحق التقدير هنا هو رد فعل هذه البيئة ووعيها وانضباطها لقرارات الحزب والمقاومة وحركة أمل الشريكة الدائمة في كل ما يتعلق بإطلاق النار على البيئة المقاومة بشكل عام، كما لاحظنا في طيوني مثلا 2021. وهذا الآن بالرغم من حملات الضغوط، بالرغم من حملات الحصار والتشويه، نتحدث عن بيئة المقاومة وحتى العنصرية البغيضة الفوقية المستفزة للأسف، يعني يشهد لبيئة المقاومة هذا الانضباط بشكل كبير جدا. في الحلقة الرابعة سوف نتحدث عن عناقيد الغضب وهذا العدوان الشرس، وسوف نتحدث عن دور الرئيس الراحل حافظ الأسد، وسوف نكتشف ما كان دوره الرئيس بشار الأسد. في أمان الله.